والله نواب نينوى بس وقت الانتخابات، وقت الانتخابات نخشع من النواب. المدينة القديمة بالذات بالتحديد منطقة الميدان مثل ما هي، والمشاريع مثل ما هي، مبالغ كلها ما صرفت على المحافظة، يأثر على أعمار المدينة القديمة ويأثر على 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 كل دوائر الدولة. محافظة نينوى طلعت من محرب يعني، فلازم تعمر المدينة القديمة، فبالتحديد الجانب الأيمن. الجانب الأيمن يعني مدمر. لا نواب نينوى أبد ما خدمونا، مصالح أعزابهم فوق كل شيء، عم عدهم يعني خدمتهم أهم شيء عندهم. هسه احنا نتحدث الى منطقة الميدان بالضبط، يعني بالتحديد الى حد الان هاي 6 سنين عن التحرير، الى حد الان دمر قد ما رفع من المدينة القديمة. والله ما كدوا مالها، الله وكك المدينة مدمرة، وما عندهم كل موقف معانا، ما عبيد المدينة عيقفون بثم المشاريع، يعني ما يخليك تشتغل، يا يقيدوا حصة يا ما يخليك تشتغل. هم ذوي النواب مالتنا انتخبناهم، نتعبنا عليهم. الحل والله يحل البرلمان، يحلونه كلته، ايسا منهم كل شيء. غاز ما عندنا، غاز ماكو، من الصبح الساعة 4 العوائل تطلع الغاز، كنت الغاز ب 12,000 على الشريه بالدكان، صار يومين فتحته. والله هي ماكو اي دور للحكومه، هم ماكو دور، يعني هذا الدولار يصعد ولا دايرين بالهم ولا يتكلمون عليه نهائيا، يعني شغله مفتعله على بالك، يعني هم يعملوها اشياء ما لهم دور، هم يصوتون بالبرلمان ينزلون سعر الصرف، وهذه الشغلات كلها هم بيدهم. الحركه وقفت نهائيا هسه، عالم محلات يزيدون عليهم الايجارات ويطلعونك، وعالم الساعين يم يطلعون يعوفون محلاتهم، حركة الاقتصادية على التنهار. والله ما عنشوف بس وقت الانتخابات كان يجون هنا ساعة وقت سيارات ويلتقون مع المواطنين يفوتون على المحاليل، اي نعم، يوزعون مساعدات. اي والله ما موجود، يعني قليل فرد مرة، ما عنشوف يعني تحرك، يعني المحافظة ضحك على البصرة، بصرة ضحك عليها، يعني تزي، ما نقول لك ما بيهم، لا والله بيهم، بس ما ذاك الدور الإيجابي يعني المضبوط اللي 100% اللي يعني نشوفه. ما نلاحظ إعمار، يعني هذاك الإعمار أكو إعمار بس نسبته قليلة، يعني المفروض هسه يعني أبسط شيء مسألة الكهرباء، وطني صار له 40 سنة ما صار.